طيب مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في النشرة المسائية الأولى. تم في تيلا حرق مكتب حركة النهضة بالجهة من قبل عمال الحظائر. ولمزيد التوضيح معنا عبر الهاتف مباشرة السيد عبد المجيد بالضيفي، رئيس مكتب حركة النهضة. سيد عبد المجيد، مساء الخير، وما الذي حدث بالضبط؟ مساء الخير. بالنسبة إلى حادث اليوم، لا أراه حادثا معزولا، وإنما أريد أن أضعه في سياقه. فمدينة تالا هي مدينة كما تعيش حالة من التهميش، والشباب في هذه الجهة متعطش للتنمية والحق في التشغيل. ومن حالة الاحتقان هذه بلغت ذروتها في المدة الفارقة، وقد وجد في غلق بعض الشباب في غلق الطرقات وسيلة لإبلاغ صوته نتيجة الغياب الكلي للإدارة والأمن. وربما إبطاء في خلاص عمل الحظائر زاد في تأجيل حالة الغضب. ولكن للأسف عمد البعض اليوم إلى مداهمة المقرات الإدارية والمالية بالجهة وبعض المؤسسات التربوية، وتم إجبارها على الغلق. والأغرب من هذا هو مداهمة البعض لمقر حزبنا وإحراق أساسه في الطريق العام. نعم، السيد عبد المجيد بذيفي، رئيس مكتب حركة النهضة بتلا، كنت معنا عبر الهاتف.